قال لك إن هنا يعني مزيد من البيان هنا الآن، يعني بعض المسائل اللي طرحنا الشيخ هنا، يعني فمن كان صبيا مثلا أو ناقص العقل لا يسمى كافرا بتركه التصديق في حاله ذلك لعدم لزومه عليه، لأنه غير مكلف، يعني مرتفع عن التكليف. في حال الصبا التكليف مرتفع، وإذا لم يكن العقل صحيحا، لذلك حتى أبو سعيد الكدمي رحمه الله دائما وعبر في الاستقامة بصحة العقل، نقل الشيخ السالمي في موضعنا موجود في الاستقامة صحة العقل، وإذا يعني يربط يسمى حاجة صحة العقل، يعني العبارة فيها دقة. زين، فمن كان ناقص العقل عندئذ ايش؟ او غير عاقل يكون غير مكلف، ومن كان عاقلا فصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولم يطالب بالنطق بذلك باللسان. طبعا تقدم عندكم في موضوع الجملة وهو مسألة المطالبة باللسان والخلاف في هل يجب النطق باللسان، ها؟ زين، وذكر والقول في الجملة ما لم يلزم تكليفه كغير ما لم ايش تكليفه كغيرها لم تلزم. زين، بمعنى قيام البرهان ومسألة النطق هل لازم، ومرة ثانية بعادها في موضوع التقرير، يعني لمن كان دخل في الإسلام على القول القائل بأنه يجب عليه النطق، هناك خلاف يجب عليه النطق ولا يكتفى بتصديق القلب، واضح؟ وإن كان الداخل في الإسلام للطمأنينة على ثبوت إسلامه لا بد له من النطق إيش؟ بالشهادتين.